الرحمن الرحيم وعلى بركة المشاهدين مستمعين الأفاضل لازلنا متواصلين وإياكم مستمرين شوط يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة من هنا من ضمن تحديات وانطلاقة بطولة كأس الاتحاد السعودي للهجن الذي يقام هنا على أرضية هذا الميدان ميدان نجران لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذن ينطلق شوطنا السادس عشر للقعدان الحقايق من مسافتنا هي 3 كيلومترات، هي الحكاية هي الرواية التي سوف تحكيها وترويها لنا هذه الذلل الأصايل. إذا نسير وإياكم ونبحر مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات بداية مع شعار عبد الله بن معيض بن سراج لسلوم العامر من يقدم لنا شاهين مع الصدارة ومع المركز الأول. المركز الثاني وصل مساح محسن بن مرسل بن علي الرزق يقدم لنا مساح على المركز الثاني وعلى ثاني التحديات، بينما المركز الثالث وصل الشعار راشد بن خميس بن عامر العمري قادم يقدم لنا شاهين على المركز الثالث وعلى ثالث التحديات، بينما المركز الرابع وصل الشعار محسن بن جابر بن صالح الرزق قادم ليقدم لنا سلاب على المركز الرابع وعلى رابع التحديات. خامسا وصل عسكر بن محمد بن عسكر العامر اليامي يقدم لنا أدهم على المركز الخامس وخامس التحديات. أعود وياكم والعود أحمد، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الشعار مالك شاهين راشد بن خميس بن عامر العمري يتقدم ليقدم لنا شاهين صاحب نقطة هذا الشعار يتقدم، ولكن هناك شعار محسن بن جابر الرزق قادم مع سلاب. محسن بن جابر بن صالح الرزق من يقدم لنا سلاب على المركز الثاني على مركز الوصافة. ثالثا عبد الله بن معيض بن سراج العامر قادم على المركز الثالث. رابعا واللي تدخل في هذه اللحظات عوض بن صالح بن محمد الرزق قادم يتقدم بكل قوة يتقدم بكل قوة. هنا شعار عوض بن صالح ولكن شاهين والقدوم وصل المونديالية غير الأمور مع أجواء الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير المونديالية. عوض بن صالح بن محمد الرزق يتقدم أبو صالح، ولكن وصل شعار وصل الجربوعي في هذه اللحظات سالم بن جابر الجربوعي المري مع معرب قادم وغير وانطلق بدوره. وصل نايف بن صالح والسليمان اليامي مع علم، وصل صالح بن حمد بن عبيد بن قبعان المرية مع شقران، ولكن عودة إلى الجربوعية سالم بن جابر بن محسن الجربوعية المرية مع معرب وصل شعر عوض بن صالح على المركز الثاني مع المونديالية. وصل شقران ولكن معرب وصل نايف بن صالح والسليمان مع علم على المركز الثالث على ثالث التحديات، ولكن عودة إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى معرب سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المرية اطلق العنان. ابناء الشحانية ابناء الدوحة روح بالنوماس روح بالانتصار مع هذا البطل مع هذا النجم معرب مع مالك سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. تهانينا لك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني حل شعار نايف بن صالح على سليمان اليامي مع علم. المركز الثالث حل شعار عوض بن صالح بن محمد الرزق مع المونديالي. المركز الرابع كان بشعار صالح بن حمد بن عبيد بن قبعان المري. المركز الخامس
المركز الخامس كان بشعار محمد بن صالح بن حسن الرزق اليامي مع مطرب تهانينا والنماس للجميع. رسميها